الأميرة فايقة ولدت في 8 يونيو عام 1926 في قصر رأس الدين في الإسكندرية. تزوجت من أحمد فؤاد صادق، وكان فاروق ملكا. ابنها فؤاد صادق ولد في 26 ديسمبر عام 1950. كان عمره سنة ونصف السنة حين غادر خاله الملك مصر إلى المنفى الإيطالي. ظلت الأميرة فايقة مع أسرتها في مصر بعد حياة في باريس لمدة قصيرة، وكانت ممتلكات العائلة الملكية قد وحين كان الملك يحيا حياته في المنفى، كانت الشائعات عن حياته الخاصة تتكاثر، وكانت تلقي بظلالها على الأقارب المقيمين في القاهرة في عهد الجمهورية. وكانت الأميرة فايقة قد أصيبت بمرض السرطان الذي بدأ يفتك في جسمها. ماتت الأميرة فايقة عام 1983 عن 55 عاما، لكنها لم تدفن في المدافن الملكية في مسجد الرفاعي. وكانت الأميرة فايقة أنجبت من زوجها أحمد فؤاد صادق 4 أولاد: فؤاد، إسماعيل، فوقية، وفهيمة. وكانت ابنتها فتحية التي رافقتها في رحلة الهجرة ظلت هناك أيضا. كانت قد تزوجت من رياض غالي، وكان هذا الزواج سببا كبيرا في الخلاف بين الملك فاروق من جهة وبين أمه وأخته فتحية من جهة أخرى. فرياض غالي قبطي، وكانت فتحية أحبته، واشترط الملك فاروق أن يشهر رياض غالي إسلامه وهو رفض، فحدثت القطيعة مع الملك، لكن فتحية تزوجت رياض غالي وعاشت مثل أمها في البداية حياة الرفاه والبزخ، إلى أن دار الزمان دورته فأصبحت على أعتاب الفقر واضطرت إلى العمل عاملة نظافة في لوس أنجلوس. ولولا أن الأميرة شهناز ابنة شاه إيران والأميرة فوزية مدتا يد المساعدة لخالتها فتحية ولجدتها الملكة نازلي لكانت نهايتهما تعيسة للغاية، بل إن التعاسة كانت قدر فتحية. ماتت مقتولة، قتلها زوجها رياض غالي في لوس أنجلوس عام 1976، وحاول بعدها الانتحار ثم مات بعد سنتين. وفي لوس أنجلوس مدفن الأميرة فتحية أصغر شقيقات الملك وأولادها 3: رائد ورفيق ورائية، تواروا عن الحياة العامة تماما. الأميرة فوزية المولودة بعد الملك فاروق بسنة يوم 5 نوفمبر عام 1921 ما زالت على قيد الحياة، الأخت الوحيدة التي ما زالت على قيد الحياة، وهي كانت تزوجت شاه إيران محمد رضا بهلوي، ثم وقع الطلاق بينهما لأنها لم تنجب ولدا ذكرا يصبح ولي العهد. عادت إلى مصر وكان أخوها الملك فاروق ما زال متربعا على العرش، ثم تزوجت من إسماعيل شيرين آخر وزير للحربية في عهد الملك، ثم توفي إسماعيل شيرين، وظلت الأميرة فوزية أو الإمبراطورة السابقة تعيش في منزلها في حي سموحة بالإسكندرية. ولم تنجب الأميرة فوزية من شاه إيران مولودا ذكرا، أنجبت الأميرة شهناز التي تعيش في لوزان، ثم أنجبت من زواجها الثاني من إسماعيل شيرين نادية وحسين. والشقيقة الأميرة فايزة تزوجت من رؤوف بولند من دون أن تنجب أطفالا، وسرعان ما انفصلت عنه لتلحق بنازلي وفتحية في لوس أنجلوس، حيث فضلت الحياة بمفردها في شقتها الغالية في وولشايل بولفارد بعد صراع مع مرض السرطان. توفيت في لوس أنجلوس أيضا يوم 17 يونيو عام 1994، وكانت في 71 من عمرها. كان للملك فاروق أخت غير شقيقة، إنها الأميرة فوقية، أبوها الملك فؤاد وأمها الزوجة الأولى للملك شويكار.
ولدت سنة 1897، تزوجت من محمود فخري باشا وأنجبت ولداً واحداً أحمد. عاشت في عزلة تامة في زوريخ، لا تخرج من جناحها في فندق دولدر، إلى أن توفيت سنة 1974، وقد سمح الرئيس أنور السادات بدفنها في مصر.